تابع واحد من ابناء النادي الاهلي اللي احنا اتكلمنا عليهم كتير ما شاء الله، متألق في التشيك، محمد ياسر. محمد ياسر كان واحد من اللاعبين اللي لعبوا في مسابقه الرابطه من سنتين، وكان خاض تجربه احتراف في احد الانديه التشيكيه ما شاء الله، خاصه من الموسم السابق ماشي بخطى جيده، بدا يحجز مكان ليه في الفريق الاساسي دلوقتي، يعني تأقلم على اللغه، تأقلم على الاجواء هناك، في تمسك في الجهاز الفني بيه، ان شاء الله يكون متواجد معاهم السنه دي. حابب برضو ان احنا نتواصل معاه ونعرف اخباره، ده دايما عهدنا ببرنامج الاشبال بكل ابنائنا يعني خارج النادي الاهلي. محمد ياسر تحياتي ليك. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، مساء الخير عليك. اخبارك ايه يا بطل؟ قول لي. الحمد لله والله كويس، طمنا عليك. الموسم الجديد ابتدى عندكم ولا لسه؟ الدوري؟ الدوري اه، الاستعداد بدات فتره الاعداد. الدوري عندنا بدأ بقاله ثلاث ماتشات. ثلاث ماتشات كويس. بالظبط. كسبنا ماتشين، أول ماتشين هتلاقيك عارف فريق اسمه فيكتوريا بيلزن. اه. كسبناه أول ماتش، والماتش الثاني برضه كسبناه، والماتش من يومين اتعادلناه. معانا سبع نقط دلوقتي في الدوري. كويس. السنة اللي فاتت أنهيت الدوري بشكل جيد يا محمد، وبدأت يعني تثبت أقدامك خاصة بعد التأقلم. دلوقتي اتعلمت اللغة، حصل تجانس بشكل كبير، فبدأت تخش وتنسجم مع الفريق. أكيد طبعا يا كابتن، السنة اللي فاتت هي كانت سنة صعبة عليا في بداية الموسم، خصوصا إن أنا كنت بعاني من إصابة، بس في نص الموسم الثاني بعد ما لعبت مع الفريق الثاني عملت أرقام كويسة، وبعد كده نص الموسم الثاني طلعت مع الفريق الأول، والحمد لله قدرت إن أنا أشارك بشكل مستمر. بدأت تشارك الموسم ده ولا لسه برضو يعني؟ لا الموسم ده لعبت الثلاث ماتشات. ما شاء الله، يعني السنه دي خلاص بدأت تثبت اقدامك. اه الحمد لله لعبت الثلاث ماتشات اللي فاتوا. كويس. المركز اللي بيلعبك فيه المدير الفني برضو اللي احنا عارفينه راس حربه، ولا في توظيف في مكان تاني؟ لا احنا بنلعب هنا بمهاجمين، بلعب راس حربه ومعايا مهاجم تاني. كويس، يعني اتنين مهاجمين. اتنين مهاجمين. كويس. عامل اللغة لما بدأت يعني تتأقلم، اتعلمت اللغة، حصل تجانس كبير، ده فرق معاك بشكل كبير؟ أكيد طبعا، أنا أهم حاجة عندي أصلا كانت إن أنا أتعلم اللغة عشان أقدر أتواصل هنا، إن أنا أقدر أستفيد وأتعلم، لأن هي أهم حاجة في السفر. فلما اتعلمت الحمد لله كل حاجة بقت كويسة، والناس مبسوطة مني إن أنا اتعلمت اللغة وإن أنا أقدر أستفيد منها. كلمني عن فترة الإعداد في أوروبا، شكلها كم تمرينة في اليوم؟ قدرت تستحمل الأحمال البدنية الجديدة دي ولا أخبارك إيه؟ والله يا كابتن كنت بموت هنا من صعوبة التمرين، بس لا نعمل إيه، لازم نستحمل. فترة الإعداد أنا قوية جدا، تمرينتين في اليوم، والتمرينة الثانية بتبقى أصعب من الأولى. اه التمرين الاولى بتكون صعبه، والتمرين الثانيه بتبقى اصعب من التمرين الاولى. وبدات تتعود على الاحمال دي؟ لازم، ده حاجه كويسه ان انا يكون البدن بتاعي كويس، وانا الحمد لله الموسم ده جاهز فيه كويس. قول لي بقى، في طبعا بيتابعوك في النادي الاهلي، مين بيتواصل معاك؟ كابتن امير توفيق بيتواصل معاك، مين بيتواصل معاك علشان دايما يعني في اهتمام بيك؟ والله الكابتن امير توفيق على طول بعد كل ماتش لازم يبعت لي رساله، لازم يشجعني ويقول لي استمر على كده واحنا متابعينك، وحضرتك برضه يا كابتن لازم اوجه لك الشكر، لانك كل فتره بتبعت لي السلام. ده دورنا ان احنا دايما يعني نبقى معاك وفي ظهرك ومتابعين اخبارك يا محمد. حبيبي يا كابتن والله. اقول لك بقى خبر حلو على الهوا. اتفضل. المعسكر اللي جاي للمنتخب الاولمبي ممكن، من المحتمل بشكل كبير، محمد ياسر ممكن يكون متواجد مع المنتخب الاولمبي. والله يا كابتن ده حلم بالنسبه لي، اتمنى الخطوه دي تكون موجوده في حياتي، انا بسعى لها من زمان، بس هو ما حد اتكلمني منهم لحد دلوقتي، بس انا برضه سمعت الاخبار دي. لا انا بقول لك وباكد انهم متابعينك، الفترة اللي جاية ممكن محمد ياسر يكون متواجد في معسكر من معسكرات المنتخب الأولمبي في إحدى المباريات، وتاخد فرصة ويبدأ مستر ميكالي يشوفك وتابعك، خاصة إنهم يعني سمعوا عنك كتير ومتابعين مبارياتك كمان وأرقامك في الموسم الماضي.
والله يا كابتن بتمنى ده حلم بالنسبة لي إن أنا أروح المنتخب. طب قول لي بقى، شفت الموسم اللي خلص ده مع النادي الأهلي وحصول النادي الأهلي على 5 بطولات بالعلامة الكاملة، كل البطولات، شفت الموسم ازاي ده مع مستر كولر ومع النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي طبعًا؟ طبعا ده كان موسم عظيم بالنسبه للنادي الاهلي، وربنا وحده يعلم نهائي افريقيا ايه اللي حصل بالنسبه لي. يوم محمد عبد المنعم جاب الجون انا كنت بكسر في الحاجه هنا بالفرحه. فطبعا اكيد مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، لان هي بدايه الموسم بتفرق عن كل حاجه. انت تعبت في بدايه الموسم، ربنا بيكافئك على كل حاجه، ف ده حاجه كبيره يعني. فالحمد لله، الحمد لله. نفسك ترجع قريب النادي الاهلي وتبقى موجود في التشكيله الاساسيه وتشارك مع النادي الاهلي؟ والله جبت الحلمي، بس هم انا هنا عاوزين يجددوا لي سنه وبس، ويكلموا الكابتن امير. كابتن امير لسه ما ردش عليهم. ان شاء الله. بص، هو النادي الاهلي دايما بيعمل اللي فيه صالح ليك وصالح للنادي الاهلي، سواء اكيد طبعا. متواجد في تكمل فتره اعارتك والاحتراف واكتساب خبرات او عودك للنادي الاهلي، يعني الامور دايما النادي الاهلي بيبحث عن المصلحه المشتركه ليك ولنادي الاهلي في نفس الوقت. اكيد طبعا، الكلمه الاولى والاخيره للنادي الاهلي، وانا ده حلمي ان انا ارجع النادي الاهلي، بس اكون راجع اكون جاهز، اكون عامل ارقام كويسه، مع ان صعب هنا لان الفريق اللي انا فيه يعني بيدافع، يعني دفاع اكتر. يعني مش من الفرق اللي بتهاجم بشكل مستمر زي النادي الاهلي. بالظبط بالظبط. فالارقام هتبقى صعبه بالنسبه لي ان انا اكون عامل ارقام كويسه، بس لو حد بيتابع المباراه هيعرف ان انا بعمل ايه في الملعب، بقدم ايه. بنتابع طبعا، بنتابع وبنتابع ابرز ارقامك، وعلشان كده بقول لك الموسم اللي فات ما شاء الله بتقدم ارقام بيتكلم عنها الجميع يعني. كابتن، الحمد لله الحمد لله. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق يا محمد في فتره حبيبي. الاحتراف والاعاره، وكل التوفيق ليك ان شاء الله، والمره الجايه بقى نستضيفك وانت واحد من نجوم النادي الاهلي ومنضم لفريق النادي الاهلي. بإذن الله بإذن الله كابتن. حابب أوجه بس الشكر ليك أول حاجة، لأنك كلامك بيفرق معايا دايما، على طول بتبعت لي السلام مع ناس، وده بيفرق معايا بشكل كبير جدا. أخبار شربين إيه؟ لما بتنزل مصر تروح شربين ولا بتروح شربين؟ والله كابتن بقى لي سنة قاعد بره، لأن لما بنزل بيحصل لي مشاكل في ورق السفر، فصعب إن أنا أرجع تاني، لأن مش معايا قرار من وزير الرياضة. فخليني هنا بقى، فما نزلتش من زمان. لا، واحنا بنناشد الدكتور اشرف صبح واحنا على الهوا، واحنا بنتكلم وبنقول عايزين نكتر عدد المحترفين. النهارده محمد ياسر بيقول عنده بعض المشاكل الاداريه، عايزين نشوفها ونساعده. بالظبط، لان الموضوع ده بيفرق معايا جدا، ما بعرفش انزل اشوف اهلي حتى، لان العامل ده لازم أن يكون موجود، ان انا اكون مستريح اشوف اهلي. ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق يا محمد، وخطوة مهمة جدا، ولازم يبقى عندك إصرار واستكمالها علشان اكتساب خبرات كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن، أوعدك بده إن شاء الله. بإذن الله. شكرا محمد ياسر، لاعب النادي الأهلي المعار للتشيك. دي كانت فقرتنا، فقرة مهمة جدا عشان بنتابع كل أخبار أبنائنا خارج النادي الأهلي. نروح لفاصل، ولكن قبل الفاصل معنا تقرير اختبارات المميزين بأكاديمية النادي الأهلي، كان تم عمل اختبار ليهم الكابتن شاطر.